مساء الخير على حضراتكم، أهلا بيكم معانا حلقة نهاية الأسبوع ليوم الخميس 19/10/2023. حقيقة موضوع فلسطين هو الموضوع الأبرز والأهم على كل الساحات الإعلامية العربية وكل فراغات المساحات التلفزيونية والإذاعية. الفضاء التلفزيوني وجد لكي ما يغطي احتياجات الناس، ومن أخطر احتياجات الناس أن يعرفوا، وده حقهم، وأن يعلموا ببرامج فيها تحليل إيه اللي بيحصل بالظبط، وبالتالي من خلال التحليل نفهم إحنا مرشحين لإيه أو رايحين على فين. إحنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين بقالنا دلوقتي حوالي 15 يوم بنرصد هذه التوترات، ثم الضربة، ثم الردود، ثم الطحن اللي فيه الشعب الفلسطيني المنكوب، ثم ردود الأفعال من أكتر من مستوى سياسي في العالم كله. وقدرنا نطلع على عدد كبير من ردود الأفعال من خلال الزيارات رفيعة المستوى اللي جت لمصر منذ 12 يوم وحتى الآن، أو من خلال مكالمات هاتفية مع السيد الرئيس لكبار قادة العالم. الحقيقة انه بعد ما خلصنا الحلقة امبارح، يعني احنا نود ان احنا نبقى مع حضراتكم ال 24 ساعة في هذه الظروف، وبكرة ان شاء الله احنا مع حضراتكم هواء مفتوح. بتقولوا لي ايه يا شباب؟ بكرة احنا مع حضراتكم في هواء مفتوح لتخطيط مظاهرات تتحدث عنها جموع الشعب المصري وتحدد لها غدا. هنبقى مع حضراتكم لتغطية هذا الأمر، وحنقول لحضراتكم بالضبط المواعيد. غالبا هنكون مع حضراتكم من الساعة 2 مثلا أو حاجة زي كده، لكن هنقول لحضراتكم بالتفصيل. وإن شاء الله هيكون معانا برضو تحليلات، وهيكون معانا رصد لنبض الشارع، وهيكون معانا مراسلين في الشارع في أكبر الميادين اللي بيحصل فيها كده. لكن عايز أقول لحضراتكم أنه امبارح بعد ما خلصنا كان آخر كلام أن بنيامين نتنياهو قال جو بايدن في وشه وقاعد معاه أنه إسرائيل لن تفتح معبر رفح لدخول المساعدات، لن تدخل أي مساعدات لقطاع غزة. لكن اللي حصل بعد الحلقة أنه حصل اتصال هاتفي ما بين جو بايدن والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد فيه للرئيس السيسي انه تم الاتفاق بين رئيس امريكا ورئيس وزراء اسرائيل بانه حيفتح المعبر لدخول المساعدات. والسيد الرئيس اكد انه لابد ان تكون هذه الممرات الانسانية مستدامة، لان هم صحيح في ارقام كبيرة جدا، وانا يعني النهاردة الحقيقة شفت برؤى العين وانا ماشي في طريقي العادي في بعدية بكم شارع كده في الطريق شركة معمولة للدعاية والإعلان، فوجئت بأرتال من عربات النقل، وكل عربية طلع لفوق حوالي مثلا مترين، كل دي كراتين بيجمعوها عشان تروح لغزة. وقدست البابا امبارح زي ما حضراتكم عارفين، وحنقول تاني النهاردة وهنشوف الفيديو، أعلن إن الكنيسة خصصت مركز لتجميع المساعدات الطبية والمساعدات العينية والأجهزة أو مستلزمات الطبية في مكان محدد، هنقوله مع حضراتكم وهنشوف قداسة البابا وهو بيقول، عشان اللي عنده حاجة وعايز يقدمها للشعب الفلسطيني. النهاردة هيكون معانا فقرة حوار حوالين هذا الموضوع ودعم صمود هذا الشعب، الحقيقة يعني ربنا يكون في عونهم. هيكون معانا الأستاذ رضا هلال الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، وعندنا فقرة حوار أخرى برضو مهمة جدا للاقتصاد المصري، وهي بداية الربط الكهربي مع السعودية، أكبر شبكتين كهرباء في العالم العربي كله، بدأت المهمات تيجي اللي هنعمل بيها، هنأسس بعد ما خلصنا مرحلة الأبراج، بدأت المهمات تيجي، أول مهمات تم استيرادها من الهند، وتباعا بحيث أن الشبكة هتشتغل في
غضون الربع الأول من 2025 واللي بيأسس بدري ويعمل الحسابات في الهنا يبات زي ما بيقولوا أهالينا. فإحنا برضو هنرصد ده مع المهندس الاستشاري أحمد الشناوي وكيل شعبة الكهرباء أو الهندسة الكهربائية يعني بالنقابة العامة لمهندسي مصر، ونشوف ده ممكن يفيد مصر في قد إيه، لأنه ده الحقيقة في فروق حوالي 6 ساعات في أوقات الذروة ما بيننا وما بين السعودية في الوقت اللي هم عندهم احتياج إحنا لأ أو العكس، وممكن من خلال ده يحصل تبادل للطاقة. ومش بس كده، ده مصر هتقدر تصدر لكل الخليج العربي كهرباء، عندنا فائض حوالي 17,000 ميجا في الصيف بيرتفع إلى 20,000 ميجا في الشتاء، فنقدر نصدر هذا الفائض وده يكون سبب خير كبير لمصر. تعالوا نبتدي أخبارنا بالخبر اللي قلت لحضراتكم شذرات منه، أنه أمس ليلا متأخرا بعد ما خلصنا، أنه عارفين حضراتكم لما بتحصل حاجة أثناء الحلقة بتجيلنا برضو كخبر عاجل وبنقولها لحضراتكم، تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز الاتصال على طبعا الوضع في قطاع غزة والوضع الإنساني بالذات وسبل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية. تم الاتفاق بين الطرفين على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام. يعني بلغتني بعض الأخبار أنه رجع نتنياهو تاني النهاردة الصبح يقول لا مش هتدخل إلا لما يسيبوا الرهائن، لكن إيه حقيقة الموقف هنعرفها في فقرة الحوار مع الأستاذ رضا هلال. خبر اللي بعد كده استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك الأردن الشقيق، وعقد الرئيس السيسي مع جلالة الملك جلسة مباحثات أعرب خلالها الزعيمين عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والأردن، وشهد اللقاء التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحبه من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وأكد الطرفين ضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح. طبعا ده المكان الوحيد اللي ممكن تدخل منه، ما لهمش يعني منفذ تاني، ولا عندهم ميناء على البحر ولا عندهم مطار ولا عندهم أي نشاط اقتصادي، شيء يعني يتعرض للفلسطينيين في قطاع غزة غير مسبوق وغير موجود. يعني زي ما قال نيافة أنباء رومية امبارح في مؤتمر الإفتاء الدولي الثامن في كلمته القوية، قال إنه دي أطول فترة استعمار على الأرض في التاريخ الحديث، وده حقيقي، ده حقيقي. في خنقة مش طبيعية لهذا الشعب في هذا القطاع لا يرضى عنها أبدا أي وضع إنساني ولا أي اتفاقية دولية ولا حتى الاتفاقيات اللي بتنظم الوضع الإنساني في حالات الحرب ترضى عما يحدث في قطاع غزة وفي الضفة كمان الحقيقة. بيأكد الزعيمين كمان أنه التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، يعني الزعيمين مصر والأردن، لأن السيد الرئيس وضح أنه الخطة اللي في الجنوب نزلوهم على مصر واللي هنا دخلوهم على الأردن، وإحنا يبقى عندنا الأرض مشفية، وبعد كده ما حدش كلمنا في قضية، هتكلمونا في قضية إذا كان ما فيش شعب هنديهم أرض يعملوا بيها إيه وهم مش موجودين. تعالوا نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع ناخد تليفون مهم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. رحب السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني في وطنه الثاني مصر، وأعرب الزعيمان عن الارتياح لوتيرة تطور العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، واستعرضا سبل تطويرها في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين المصري والأردني. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة،
وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني في هذا الصدد ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التجديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، ومحذرين من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي. وذكر المتحدث الرسمي أنه جرى كذلك استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأكد الزعيمان الموقف الثابت للبلدين بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة. دي بعد وقائع جلسة المباحثات اللي تمت ما بين جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في استقبال الرئيس لجلالة الملك، والأخبار اللي تم الاتفاق عليه امبارح بالليل هو أن يبدأ غدا فتح معبر رفح لإنفاذ وإدخال المساعدات الإنسانية الكبيرة اللي مصر الحقيقة جهزت 102 قاطرة ده حتى الآن، يعني لا ده من كمان ده الرقم ده يمكن من 3 أيام، أكيد أضيف إليه إن الشباب شغالين في كل حتة بيجمعوا مساعدات، وجات لنا بعض المساعدات من السعودية ومن الإمارات من تركيا، فإن شاء الله هتكون قوية وهتكون مفيدة وهتفرق قوي في حياة إخواتنا في فلسطين. هنشوف بقى موضوع معبر رفح ده هيحصل فيه إيه في أول مداخلة إن شاء الله هنقدر نوصل لها. الخبر اللي بعد كده كان سيادة الرئيس قبل استقباله لجلالة الملك قد استقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية السيد مايكل كوريلا بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي. أكد الجانبين خلال اللقاء تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، وتم التباحث بشأن تطورات الموقف في قطاع غزة، واستعرض الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم وإيقاف التصاعد في اتجاهات خطيرة. نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات لا سيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر لخفض التصعيد مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة والتحول إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، أخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته. كما تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
حيث شدد السيد الرئيس على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع. عايز أقول لحضراتكم بقى زي ما ذكرت في البداية كده الخبر الخاص بما قاله قداسة البابا بالأمس، بنؤكد وبنعيد التذكير به لأنه تجميع المساعدات في نقطة واحدة من أي حد من أقباط مصر أو من المصريين عموما، كان قداسة البابا قد عبر عن استنكاره البالغ لما يحدث في فلسطين بالأمس من قصف ودمار وخراب وقتل، وقال خلال عزته الأسبوعية أمس الأربعاء اللي أدلى بيها من كنيسة الشهيد العظيم مالي جرجس بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأنا أعتقد كمان أن الكنيسة ليها دلالة على أمن هذا المجتمع، أن مستشفى المعمداني ده يعتبر أكبر مستشفى يقوم بعمل خدمة كبيرة لأهل قطاع غزة، واستهدافه ده أمر يفوق الخيال بوحشية. وفي نفس الوقت نؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية من أن تفريغ القضية الفلسطينية بإزاحة وجود الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض. ناخد بس مداخلة مهمة ونرجع نشوف الفيديو الجزء الخاص بتجميع المساعدات وكده ونعلق عليه. دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. خير يا استاذ ايهاب، سامعني؟ طبعا يا فندم، اهلا بسعادتك معانا. والحقيقه عايز اعرف الى اين ترى بتحليلك وخبرتك الطويله في هذه القضايا اننا ذاهبون في التصعيد المؤلم في قطاع غزه والاعتداء الوحشي من الجيش الاسرائيلي على اهالينا في غزه. الحقيقه ان اسرائيل تكبدت خساره استراتيجيه لم يسبق لها أن تكبدتها يوم 7 أكتوبر. صحيح. وعلى مدار كل سنواتها منذ أن أنشئت سنة 47-48 وحتى يومنا هذا، ولذلك تحاول إسرائيل أن تستعيد هيبة الدولة، هيبة الجيش، مكانتها كقوة إقليمية كبيرة في الشرق الأوسط. أي. ووضعت لنفسها أهداف ربما قوية وعالية وقد تدفع ثمنا كبيرا لتحقيق هذه الأهداف. الهدف الأساسي هو اكتساب حركة حماس وخاصة جناحها العسكري كتائب القسام من قطاع غزة، وعدم السماح لحركة حماس بأن تقوم مرة أخرى في قطاع غزة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق. وتوافق إسرائيل على تحقيق هذا الهدف عدة دول كبرى، توافد رؤسائها خاصة الرئيس الأمريكي، وزير خارجيته، وزير دفاعه، رئيس أو الجنرال رئيس أركان القوات الأمريكية في المنطقة، كل هؤلاء إلى جانب المستشار الألماني وزير رئيس وزراء بريطانيا، وربما غدا يصل الرئيس الفرنسي أيضا إلى إسرائيل. كل هؤلاء وافقوا إسرائيل وأيدوها في الهدف الذي تعمل على تحقيقه، وهو تدمير حركة حماس وإخراجها من قطاع غزة، وأرسلوا قطع بحرية وقوات إلى هذه المنطقة ليكونوا على أهبة الاستعداد لمساعدة إسرائيل إذا ما توسع نطاق الحرب. وبالتالي نحن أمام الخيار الأساسي الذي أعلنت إسرائيل أمس أنها أكملت استعدادها له، وهو الاجتياح البري لقطاع إسرائيل بعد أن قامت بما قامت به وهجرت قسريا مئات آلاف المواطنين وحرمتهم من الكهرباء والمياه والغذاء والدواء وقصفت المستشفيات، كل ما لا أريد أن أعيد تكراره على ما سمعكم لأن كل الناس تابعت ذلك. تمام. على شاشات التلفزيون وفي التقارير. نحن أمام عملية سوف اتخذ قرارها بالفعل، ولكن توقيتها هو الذي يعني محل جدل في إسرائيل الآن. طيب فندم، يعني
دلوقتي موضوع فتح معبر رفح بعد ما بيعدوا رؤساء الدول الكبار، يعني بايدن امبارح وعد السيد الرئيس بانه ده هيبدا يوم الجمعه، والخبر نازل على القنوات الاخباريه دلوقتي بوضوح. بيرجع تاني نتنياهو وهو قاعد مع بايدن قال له لا مش هنفتح، بعد ما هو عمل التليفون مع السيد الرئيس رجع النهارده الصبح. يعني تصور حضرتك ايه لهذا الامر، لانه مرتبط بحياه الناس مش بالتحليل السياسي في غرف مكيفه. الاسرائيليين اعلنوا صراحه انه لا مساعدات انسانيه الا مقابل مساعدات انسانيه، يقصدوا معلومات وزياره الصليب الاحمر للرهائن الموجودين لدى حركه حماس، وهكذا يقومون بعقاب للشعب الفلسطيني على يعني جريره لم يرتكبوها. صحيح. المواطنين في قطاع غزه اولا لا علاقه لهم بهذا الصراع، وجزء غير قليل منهم لا يؤيد حماس اصلا، وبالتالي انت تعاقب مئات الالاف، مليون و200 الف مواطن وربما اكثر الذين هجروا من الشمال ومن قطاع غزه اقيمت لهم. يقال يا فندم وصلنا ل 2 مليون و200 الف دول المواطنين جميعهم الذين هجروا من الشمال ومن وسط محافظه غزه. غزه كما تعرف هي خمس محافظات. أي. من الجانب الاقرب للجانب الاسرائيلي هو محافظه الشمال وقطاع غزه ثم الوسط وخان يونس ورفح. أي. الان 600 الف مواطن يحتشدوا في قطاع في خان يونس وفي رفح، محرومين من الكهرباء، محرومين من كل شيء. لا اريد ان اعود فاكرر هذا الامر. الرئيس بايدن كان الجميع يتوقع منه أن يرغم إسرائيل، وهي الآن في يستطيع أن يفرض قراره لأنه هو الذي يحميها. إذا توسع نطاق الحرب على المستوى الإقليمي فإن وجود أكبر حاملتين الطائرات في العالم موجودين الآن على شواطئ إسرائيل على سواحلها، أرسل لإسرائيل مئات الأطنان من الأسلحة الخاصة، صواريخ الخاصة بالقبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ، الصواريخ الذكية التي سوف يستخدمها في قصف الأنفاق، عديد من المواد. اليوم أيضا شاحنة من العربات المدرعة الخاصة وصلت إلى إسرائيل من أمريكا، وبالتالي بايدن يستطيع إذا أراد طبعا. لكن يبدو أن بايدن شريكا في هذا القرار. وعدونا أكثر من مرة أنه لدينا أكثر من 160 شاحنة موجودة على قريبا من المعبر، ويعني عندما يسمح لها بالدخول سوف تدخل عليها مؤن وأدوية وإلى آخره. أعتقد أنا لسه أجريت مكالمة هاتفية قبل قليل مع يعني أحد الشباب الموجودين على معبر رفح، وقال أن هناك وعد غير واثقين من أنه سيتحقق هؤلاء بدخول 20 شاحنة مقابل خروج المزدوج الجنسية الأمريكان والسويديين. حتى بايدن لم يراعي أن مواطنيه هو كان يتشطط 22 قالوا في 22 امريكاني هناك في الاسرى. لا اكثر 60 امريكاني موجودين على المعبر وبعض السويديين وفي جنسيات اخرى. المقرر يخرجوا هم حاملي الجوازات الامريكيه والسويديين. حتى هؤلاء لم يكترس لهم ولم يبذل من اجلهم ما يتناسب مع مكانه الولايات المتحده ومع ما تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في هذا المرحلة ومع شكل الولايات المتحدة في العالم، أن يقال أنها نعم. تترك مواطنيها ليموتوا. طب اسمح لي نعم. معلش بقيت نقطة أخيرة أسأل سعادتك فيها، وهي حضرتك أشرت لفكرة أنه شعب القطاع عانى من حكم حماس وما صحيح. فعلته أثناء ما كانت يعني موجودة في الحكم منفردة وأصرت صحيح. على الاستمرار. لكن هنا بقى السؤال، هذه المعاناة إذا انتقلت لا قدر الله إلى مصر، هنا بقى أسأل حضرتك عن رفض المجتمع المصري بالكامل وتصريحات المجتمع العربي بأنها يرفض، والنهاردة في جلسة سيادة الرئيس مع جلالة الملك عبد الله هم الخطة إن اللي تحت ينزل مصر واللي فوق يروح الأردن، وإحنا نبقى عندنا الأرض من غير سكان، ما حدش يطالبنا بأرض بقى. طيب ربما يعني أنا في مقابلات على قناتكم المحترمة ذكرت هذا المشروع، مشروع الذي بدأه شخص جنرال اسمه جيورا آيلاند، ده كان مستشار الأمن القومي لشارون في 2005 بعد ما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، قدم للمجتمع الدولي مشروعا لتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء، وقدم خرائط وقال نفس الكلام الذي يتكرر الآن. هناك أيضا فيديو منشور على اليوتيوب الآن
للرئيس حسني مبارك الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو ينهر نتنياهو عندما قال له أننا نريد أن نحل مشكلة غزة، ووضع أصبعه على سيناء فنهره الرئيس مبارك ومنعه من استكمال طريقه. الآن المشروع يتجدد، المشروع يتجدد تحت ضغط الحاجات الإنسانية والعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيين الآن بعد ما تم حشرهم وتحشيدهم قريبا جدا من الحدود المصرية، إنه إذا أنتم تريدوا مساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خذوهم على سيناء، خذوهم على سيناء، إحنا نستقبل تستقبل مصر ويعيش في مصر يعني ربما مئات الألاف وربما أكثر من مواطني عدة دول عربية. لكن هؤلاء ليس لديهم مشروع للتوطين، ليس لديهم مشروع مرتبط باقتطاع جزء من أرضنا الذي هو جزء من لحمنا وعرضنا لإقامة يعني خيام وملاجئ ومخيمات للفلسطينيين تنهي القضية الفلسطينية. الأمر له شقين، شق أنه هذا الأمر ينهي القضية الفلسطينية عندما تفرغ الأرض، أو كما قالت جولدا مائير إحنا جئنا إلى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وهذه كذبة كبرى، لأنه عندما وصلوا إلى فلسطين سنة 48 كان عدد الفلسطينيين أكبر بما لا يقاس من أغلب اليهود الذين أتوا إليها، ولم يكن عدد اليهود يشكل سنة 47 أكثر من 8% من السكان. ومع ذلك هم يحاولوا الآن أن يكرروا هذه المسألة. في مشروعين الحقيقة في المنطقة، مشروع أنه ترحيل قسري للفلسطينيين إلى مصر، وترانسفير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. قطاع الأردن يبدو المشروع مؤجل قليلا، لكنه كما قلت مشروع قديم متجدد، وهو يهدد، إذا كان المشروع نقل الفلسطينيين قسريا إلى مصر يهدد الأمن القومي، فنقل الفلسطينيين إلى الأردن يهدد النظام والهوية الأردنية، ربما ينتهي ما نعرفه الآن من الأردن. وبذلك كانت اللقاء اليوم، القمة التي جرت اليوم، أعلنت بشكل حازم أنها لا مصر قالت أن هذا خط أحمر، ولن تسمح لا بتصفية القضية الفلسطينية ولا بتهديد الأمن القومي، لأن القصة الجانب الآخر هو تهديد الأمن القومي، أنه مئات الألاف ربما مليون من الفلسطينيين يقيمون في سيناء، مع ما يحمله هذا من مخاطر على الأمن القومي المصري. طبعا يا فندم، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أشكرك. ومسك بأن يبقوا في أراضيهم، وإذا أرادوا فلتقبلهم. أنا سأضيف إلى ما قاله الرئيس من أنه ينتقلوا إلى صحراء النقب، اسمح لي بس بدقيقة واحدة. اتفضل. صحراء النقب لم تكن جزءا من إسرائيل في قرار التقسيم الذي صدر في 29/11 سنة 47، القرار معروف بالرقم 181. أي. إسرائيل كلها الأراضي التي كانت تقام عليها دولة إسرائيل 57.7 من فلسطين، ولم يكن من بينها النقب. بعد حرب 48 احتلت إسرائيل النقب وضمت النقب الذي مساحته 14,000 كيلو متر مربع. الرئيس اقترح أنه بدل ما تضغطوا وتقولوا يروحوا سيناء ليذهبوا إلى النقب. أنا أضيف بقى 70% من سكان قطاع غزة، يعني أكثر من مليون مواطن وأكثر من الموجودين في قطاع غزة الآن، هم لاجئين من بلدات ومن قرى وقريبة من قطاع غزة، هم لجأوا إليها بعد سنة 48. إذا كانت إسرائيل يعني تريد فتأخذهم ليعودوا، ويكون ذلك جزءا من الحل السياسي لإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيها ليعودوا إلى بيوتهم وقراهم وأراضيهم ويستوطنوا هناك، ولا يعودوا مرة أخرى إلى قطاع غزة. هذا حل أفضل بكثير من أن يتم دفعهم إما إلى سيناء. تمام. أو إلى النقب. شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. طيب هنعمل إيه دلوقتي يا شباب؟ طيب هنشوف الجزء اللي قلنا عليه الخاص بتجميع المساعدات، عشان حضراتكم برضو تبقوا عارفين لو حابين تقدموا أي شيء. نشوف الفيديو. كل واحد في بيته من أجل سلام الوطن، وأنه يحفظ بلدنا، وأنه يعطي هدوءا لكل جيراننا في هذه الحروب الشرسة التي بلا شك تؤثر على الجميع.
واحنا في المناسبة دهية برضو، وعلشان يبقى كلامنا ليس مجرد التعاطف الكلامي ولكن أيضا المساعدات، احنا أطلقنا مبادرة من أجل أن كل حد في شعبنا يحب يقدم أي تبرعات عينية أو مادية من أغذية أو أطعمة أو أدوية أو مستلزمات صحية أو بطاطين، احنا داخلين على جو الشتاء والشتاء في المناطق دي بيبقى قاسي، أي حد يحب يقدم الحاجات ده هي عايزين نجمعها من خلال أسقفية الخدمات العامة، وجهزنا مكان في مركز ماري مرقص جنب كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي في مدينة نصر هنا في القاهرة، في مكان كبير بتتجمع فيه الحاجات، فعلا في حاجات وصلت وبتتجمع فيه الحاجات ده هي وبنقدمها، باعتبار ان احنا كمان مشاركين واعضاء في التحالف الوطني المصري للجمعيات الخيرية اللي بتعمل في مجال المساعدات والخدمات الاجتماعية. فأي حد من أي مكان يحب يوصل الحاجة ده هي يوصلها لكنيسته، والكنيسة تقدمها أو تنقلها أو تجمعها حسب الظروف، وتتجمع كلها في مركز ماري مرقص بجوار كنيسة العذراء قديس أثناسيوس في مدينة نصر في القاهرة، والمكان ده معروف خالص ومشهور ما يتوهش يعني، وتبقى فرصة بمشاركتك بأبسط حاجة، بأبسط حاجة بتقدر تقدمها. وهم الحقيقة في غزة في مساعدات كتيرة مصر قدمتها ودول قدمتها، والمنفذ الوحيد إنها تدخل من خلال مصر. بنصلي إن ربنا يحفظ شعبنا هناك ويحفظ ناسنا هناك ويحميهم، وإن هذه الحرب تتوقف وهذه الضربات تتوقف، واستخدام الأسلحة وقتل الآخرين شيء وخطية مرفوضة تماما من أي إنسان ومرفوضة تماما أمام الله. وأرجوكم نصلي، صلوا وبشدة كل واحد في بيته وفي كنائسنا وفي اجتماعاتنا، بنصلي من أجل أن الله يحفظ بلادنا وأن يوقف هذه الحروب وهذه الاعتداءات القاسية. حاجة لي خبر محزن جدا دلوقتي، وهو قصف إسرائيلي على كنيسة بوفيليوس بوسط غزة في شارع عمر المختار، مما أدى لإصابة العشرات. طبعا الأمر لم يتضح بعد إذا كان هناك قتلى أو لا، عشرات من المسيحيين. نقلا عن، بتقولوا إيه يا شباب؟ وكالة وفا الفلسطينية، يعني أتمنى من الله أنه تتوقف هذه الاستفزازات اللي ليها كمان طابع ديني، يعني لما تبقى المستشفى مستشفى المعمداني والكنيسة دي مكان عبادة للمسيحيين. وأنا عرفت مبارح كان أحد ضيوفي قال أنه تم قصف مسجد، وأنه ربما دي ما تكونش أول مرة. يعني دي تصرفات الحقيقة يعني بتاخد الموضوع في أماكن يعني خطيرة جدا جدا، وتداعياتها لا تحتملها المنطقة بأي شكل من الأشكال. مجلس النواب زي ما قلنا لحضراتكم أمس إنه هو أو كان الخبر الحقيقة برضو بعد الحلقة، إنه قرر عقد جلسة النهاردة، وعقدت بالفعل جلسة طارئة منح فيها السيد الرئيس تفويضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي. المجلس فوض السيد الرئيس للوقوف ضد مخطط إسرائيل بالعمل على نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، وطلب من الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة اتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بتأمين حدود مصر الشرقية وحماية الأراضي المصرية. معالي النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني أهم ما دار في جلسة اليوم من وجهة نظر حضرتك؟ النهاردة الجلسة الطارئة كانت صراحة في وقت دقيق جدا يتمر به الشعب المصري والأمة العربية كلها، فالجلسة فعلا كانت كلها وطنية وكلها مشاعر جياشة
كلنا كنا حاسين بالموقف وحاسين مدى الضغوط التي تقع على السيد الرئيس. علشان كده احنا النهاردة كلنا كنا موجودين عشان ندعمه ونقول له احنا كلنا وراك. الموقف اللي اتخذه السيد الرئيس كان موقف قوي جدا، واحنا كلنا ايدناه وفوضناه النهاردة بان هو يأخذ كافة التدابير اللازمة لحماية هذا الوطن والأمن القومي والحماية المشروع الفلسطيني الدولة، لأنها مش بس مصرية، هي أيضا هي قضية عربية من الطراز الأول. طيب فندم، النهاردة المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة بشار مراد بيدعو المجتمع الدولي لضرورة سرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين، وقال إن الوضع كارثي، وقال إن الإمكانيات بقت شحيحة جدا، مخازن الأدوية، المستلزمات الطبية، لابد إنه يعني بيقول المخازن أصبحت خاوية في انتظار فتح المعبر لإدخال 20 شاحنة لإنقاذ المستشفيات من الانهيار الكامل بتقديم مواد إغاثية وطبية ومحروقات. يعني هل إحنا لدينا أي ما يؤكد أو لدينا أي إمكانية ضغط؟ أنا عرفت أن حضراتكم هتبعتوا كمان خطاب لاتحاد البرلمانيات العرب تخبروه بما انتهيتم إليه في جلسة اليوم. هو فعلا احنا النهارده بعتنا الخطاب بكذا لغة علشان البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي، كل البرلمانات تعرف ان احنا بنأيد فكرة ان سيناء تكون للمصريين فقط وليس لأي فصيل آخر. طبعا احنا عارفين قد ايه معاناة الشعب الفلسطيني، واحنا قد ايه بنعاني على معاناته وأوجاعه، واحنا زي ما سيادتك شفت ان كل المصريين نزلوا بعد خطاب الرئيس بثلاث ساعات في كل ميادين مصر. احنا فعلا حاسين بالقضيه الفلسطينيه، لسه بكره كمان متوقع يكون في مظاهرات حشده لنفس الغرض. جدا جدا جدا، بكره كمان عشان بكره الجمعه، وان شاء الله بعد الصلاه هتنطلق افواج كبيره جدا من كل فجن عميق فعلا في محافظات مصر تؤيد الرئيس وتؤيد فكرة الفلسطينيين أحرار، وإن إحنا معاهم ونحسسهم إن إحنا جنبهم ومش بعيد عنهم. بشكرك جدا. إن شاء الله بكرة بإذن الله يكون في فتح للمعبر رفح إن شاء الله، ويكون بكرة انفراجة كبيرة للفلسطينيين إن شاء الله. شكرا جزيلا معالي النائب محمود عصام عضو مجلس النواب. بشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله احنا متابعين هذه القضية بكل تفاصيلها زي ما حضراتكم شايفين. فاصل قصير ونبدأ أولى فقرات الحوار لهذا اليوم، خليكم معنا.